مساكم الله بالخير. قبل اسبوع صورت لكم وانا بالمحكمة في ناس رافعين علي قضية وما قلت لكم منو. الحين راح اقول منو، لان الحمد لله تم الحكم بالقضية، حزتها ما كنت اقدر. الحمد لله اللي رافعين علي القضية هما الكابلز خلود وامين، والحمد لله خذيت براءة برغم كمية القضايا، مساس بالكرامة، سوء استخدام هاتف، 60,000 شغلة رافعين علي، لكن شكرا لقضائنا النزيه، وشكرا طبعا قبل كل شيء لله سبحانه وتعالى، شكرا للمحامي ماضي الماضي والمحامي نايف الصواغ، ما قصرتوا رايتكم بيضة. طبعا هذه مو اول مرة ترفع علي قضية، وانا انسحبت نيابة وايد من هالبشر وانسحبت مباحث كذلك، لكن هذا كله هم على بالهم يعني انه بيخليني اوقف، لكن هذا والله ما يزيدني الا اصرار اني اكمل على الدوسة. وكل شيء يصير تتعلم منه درس، وبهالموضوع بالذات تعلمت درس مهم لازم كلكم تتعلمونه. بعيد عن هالقضايا، تعلم تختار خصمك منو. ليش؟ ساعات في خصم واطي سافل منحط، وانت متربي ولد حمولة، سمعتك طيبة، لسانك صاينة، حتى لو في نقاش مع هذا الواطي اللي تحتك هناك بعيد، تقول ايش حقي اناقشه وانزل لمستواه، لانه هو صعب يصعد لمستواه، هو اصلا واطي يعني ولا كرامة ولا، فش حقي اناقش انسان واطي؟ لا لا، اختار خصمي منه. زائد في ناس تتعمد تسوي اشياء مو زينة علشان طلال يطلع يتكلم وانت تتكلم وانت تغردين بتويتر ويرجع للاضواء مرة ثانية. مو مهم شو رجع، داس على كرامته، صور محارم بيته، تفسخ، ترقص، هذا ما يهمه، لانه اصلا ما في سمعة، ما في كرامة، بس المهم انه يرجع للاضواء. فصرنا احنا طعم، صرنا احنا يعني صرت انت الميدار اللي صيد فيك. بالختام الحمد لله اني ربحت القضية، وهذا ما يعطيني دافع اني انا ازيد وارده غلط، لا لا لا، انا ريال انتقد فعل واللي بعده، والدليل شوفوا كل فيديواتي. مثلا لما انتقدت فلان سي من الناس، ما ارجع استلم اسبوعين ثلاثة كنا ما عندي لهوة، لا يبوي، انا اقول رأيي بهالموضوع واحط نقطة واللي بعده. لو في عداوة شخصية كان تلقاني بسنابي كل يوم ما عندي له السالفة، لا يبوي، هل احط بالي بالهذيل. واللي يعتقد ان اتصال النيابة ولا اتصال المباحث يخرعني ولا يربكني، لا، انا ادري شنو قاعد اقول، وبالعكس اروح النيابة واروح المخفر واروح المباحث واقول اقوالي براس مرفوع، انا ما غلطت بشيء، والحمد لله قضاءنا نزيه وعادل واعلى ما بخيلك ركبة. طبعا هذيل البشر يقولون هذا ينتقدنا عشان يسوي اعلانات، ايش عندك؟ دام اني بادبي واحترامي وحشمتي وعاز نفسي وسمعتي طيبة عند الناس، اليوم عناد عليكم، عندي 3 اعلانات يلا. اي والله طايح لي تفسخ بتصوير زوجته، نحن بداركم حتى غرفة النوم الناس قامت تعرف شنو مؤثثين فراشكم، حسبي الله عليك. بالمناسبة عشان اكون دقيق، هو مو براءة، هو عدم النطق بالحكم، يعني هم طالبين تعويض كبير، لكن احب اقول لكم عبر سنابي المحترم والناس المحترمة اللي تتابعني، اذا تبي مني تعويض انطارني هرب.